شلونك يا ولد؟ الله يسلمك، مبين عليك قصاب مضبوط. مو؟ هذا الطبر المنيلية لو من حضرته؟ لا لا. المالية؟ الحمد لله. الحمد لله، قلبه وقفان بصراحة، والله. زين، لأن ما استأذنا من قبل يعني. أريدك تحكي لي سوق البصرة، إيش قد صار لك فيه؟ أنا صار لي تقريباً 12 سنة بي. ليش اسمه سوق البصرة؟ شعبيتك شلون عرفتني؟ ما ادري شعبيتي يعني هواي اكثر شيء بصره. اي السكان اي سكان عدد اي بصره. هذا لحم غنم لو هوش؟ وين هذا هوش؟ هذا غنم. ايش كيلو؟ عندنا الكيلو احنا ب 14 درجه ولا عراقي يعني. اكيد عراقي. مو اكو لا اكو انواع يعني. اكو طعم عن طعم يختلف، مثلا الخروف التركي يختلف عن العراقي طبعا. هواي بهواي يختلف. هي يختلف كله حيوان. لا بعد يعني الغذاء مالته. اي اي زين حبيبي، اريدك تحكي لي شنو اللي يرغبون الناس منك اليوم؟ اليوم اللحم شرح العجل اكثر شيء. اي ارخص من الغنم؟ لا نفس الشيء. لا نفس الشيء. بس هو والله ارغب يعني، ما بي عظم، ما بي شغله. بالعكس الغنم هو اللي هو طعمه. اي بس ما ادري ليش يعني على مود يعني كثاره هيك. حبيب الباتشات وين توديها؟ باتشات بالمصرخ ينظفوها وبعدها الناس يعني تاخذ بيها. هي تبيعها لو اي شيء اكيد ابيعها. اكو اكلات بمصر اسمها الكراعين. كراعين شنو الكراعين؟ اريدك تبين المشاهد، هل هي الكرش ام الباتشه نفس الرجلين؟ هن الرجلين مال العجل يسموهن كراعين. يعني مو الكرش مال؟ لا 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 مو الكرش. كرش يسموه كرش. هنا هو كرش يقولوا لها. ايه تاكلها؟ ايه تاكلها الناس تحبها طيبه، شيء طيب يعني. شلون البسطرمه مثل ما تقول هم نفسه. اكو شغل بسوق البصره لو؟ والله حركه هسه شوي يعني فتحت الشارع وهاي قاعد نشوف يعني شوي احسن. برضه لا تطور؟ اي شيء اكيد. اي لازم نطوره يعني، الناس كلها تطورت. بس انا طبيت فجاه صراحه يعني باحد الازقه، شفت محلات وسوق وشفت كل اشياء قديمه يعني. ايه اثري اثري. اي صحيح. اي شيء طبيعي يعني. ابوي يقول له بالسعف احسن من هسه. اي والله. اي سعف. اي ما حنا من السعف يعني. تقريبا اتذكر عليه يمكن بدايه 2007 هيك. شلون سعف؟ سعف. اي من السنين كلها. ايه 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 سافي. زين حبيبي شكرا جزيلا. عفوا انا اهلا بكم حياكم الله. نعم مشاهدينا، بعد ما التقينا بالاخ القصاب من محافظه البصره من لهجته طبعا البصراويه الجميله، انه اللي مخلوطه مع لهجه كربلاء يعني. هذا السوق يقول كان سعف لحد 2007 يعني، هاي السنين كلها من السبعينات كل هذا السوق كان عباره عن سعف يعني. شقد قديم هذا السوق.